السلام عليكم، انا ايوب سعود، نحصل على الرتبه الاولى في شعبه العلوم الرياضيه باء خيار فرنسي بجهه مراكش اسفي، معدل 1937. الانجاز في الاول كان فضل الله، وكان عندي الاسره تاعي اللي وفروا لي جميع الظروف باش نقرا في المشروع الدراسي تاعي كامل، وكنبغيش كنقرا ديك الاطر التربويه والاداريه اللي تما صاروا باش يوفروا لنا جميع الظروف الملائمه والمواتي باش نتميزوا في باش يتميز اي طالب في الدراسه تاعهم. وكنبغي ننصح اي طالب مقبل على البكالوريا باش يحاول ينظم وقته وينظم راسو ويبدا القرايه من الاول تاع العام، حيتاش في الاخر البكالوريا تكون في نطاق داكشي اللي كتحط في البروغرام. تيني لا اي واحد بريبارا مزيان راه يجي ان شاء الله معتل مزيان ولا متميز. بالنسبه ليا البريباراسيون كنت كنحاول نعطي كل ماده حقها، وكنحاول ننظم الوقت على حسب المواد والاهميه على حسب المعلم تاع الماده. بحال شعبة العلوم الرياضيه كنت كنعطي اسبقيه بزاف للمات والفيزيك، و كما قلت راه الخدمه من الاول تاع العام بالنسبه لي هي سر النجاح تاع اي واحد تاع اي طالب. السلام عليكم. بون، فاش كنا كنتسناو بيان سور النتيجه ديالو كان شويه ديال الخوف، كيف جميع الناس شويه ديال لو ستريس، مي الحمد لله فاش طلعت النتيجه فرحت ليه، وهذا هذا العمل هذا كله نتيجه العناء ديالو الجهد ديالو اللي كان على مدى العام كله وعلى العيمان كلهما. هذه حصيله ديال سعود ايوب وديال الاساتذه ديال التعليم ديال المنا وديال نور منا، لانه ما غاديش ما ننكروش الجميل ديال الاساتذه ديال التعليم الاولي ديالو، التعليم الابتدائي والتعليم، هذا حصيله ديال الناس كلهم، مجموعه ديال الناس اللي كونوا سعود ايوب. بون، كنشكرهم بزاف، كنبوس على يديهم واحد بواحد، وكنشكر حتى الاطر الاداريه لانهم كيصهروا كيواكبوا هاد التلاميذ، كيوفروا لهم الجو الملائم والمناخ الملائم باش يمكن لي يبرزوا ويبينوا على المهارات ديالهم. واللهم لك الحمد، كان تفوق من عنده، كان هذه نتيجه ديال واحد الدأب اللي كان على طيله العام. يعني كيف قال هو، كان تيقسم تقريبا لي ماتيير ديالو، كان داير ان بروغرام بيان ديتيرميني، يعني كان تيخدم عليه على طيله ديال السنه في النهار وفي الليل، ما عندوش العطله. انا حنا 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 واكبنا هذا الشيء معاه، ما كانش العطله، ما كانش عندنا الويكاند، كانت واحد الفتره ديال الراحه، ومن بعد كيعاود ثاني يستمر، لانه الفتره ديال الراحه بالنسبه له هو كان تيحس بها هي الفتره اللي كان كيوجد فيها وكيقرا فيها. والفضل دائما كيرجع للاساتذه اللي واكبوه، لا الاساتذه لا من القرب ولا من البعيد، حتى من الاساتذه اللي كانوا معاه اللي كانوا معاه من قبل. واللهم لك الحمد، والشكر الجزيل حتى الاداره ديالو والاب ديالو اللي واكبو وسهر معاه وشقى وصال ودا وجاب، يعني المواكبه حتى ديال الاخوه ديالو، لا سورتو لي بلون، يعني لا في الفتره ديال سميتها الفتره ديال الدراسه والفتره ديال الاستعداد، ولا حتى في الفتره ديال الترقب ديال النتيجه. يعني اضطروا انهم يجوا مدن شويه بعيده باش يوقفوا معاه في هذيك اللحظه ديال الترقب ديال النتيجه ديالو. اللهم لك الحمد، والحمد لله. سلمى عمران، مديره السلك الاعدادي والتاهيلي لمؤسسه المنار. أقول فخرا بالنتائج التي حصلت عليها مؤسسة المنار بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا. أعتز بالتلميذ أيوب سعود، أعتز أولا بأخلاقه، انضباطه، اجتهاده، يعني منذ صغره ونحن نشهد له بحسن الخلق، نشهد كذلك للأسرة بحسن التواصل المستمر مع الأطر الإدارية والسادة الأساتذة. إذا النتيجة التي حصل عليها تلميذنا أيوب هي نتيجة متوقعة نظرا للمجهودات الجبارة التي كان يقوم بها تلميذ شعبة العلوم الرياضية باء، وكذلك للمجهودات التي قام بها السادة الأساتذة، وكذلك للتشجيع الذي يتلقاه السادة الأساتذة والأطر من طرف السيد رئيس المؤسسة عبد اللطيف الزكموزي الذي أحييه من هذا المنبر. إذا حين يصل الأطر إلى مستوى عالي من الوعي، وكذلك السيد رئيس المؤسسة والأسرة، لن تكون النتيجة إلا سارة ومميزة.
وشكرا للجميع. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.